بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله مع أشهر 7 مواقع لتحميل البرامج والتطبيقات على الكمبيوتر وعلى الموبايل. طبعا بنحتاج بشكل يومي إن إحنا ننزل بعض البرامج عشان نقدر نشتغل عليها، وبعض التطبيقات بنحتاج إن إحنا ننزل متصفح زي جوجل كروم وفايرفوكس أو برامج زي برامج الأنتي فيروس. أنا أول ما بدأت التسجيل على فيديوهات ورفعها على اليوتيوب كان في مشكلة واجهتني، إزاي أقدر أسجل سطح المكتب وإزاي أقدر أسجل الصوت، ولجأت البرنامج الأشهر وهو برنامج كامتازيا. لكن برنامج كامتازيا عشان يدي لك الصيغة المطلوبة لملفات الفيديو زي ما احنا شايفين كده، تنسيقات ملفات اليوتيوب المعتمدة، عشان يدي لك صيغة من الصيغ الموجودة قدامنا لازم تفعل البرنامج باشتراك شهري تقريبا $10 شهريا. فرجعت ان انا دورت على برنامج تاني يكون مشابه لبرنامج كامتازيا لتسجيل سطح المكتب وتسجيل الصوت وعرضهم في فيديو واحد، ولقيت طبعا اكتر من برنامج. عشان تقدر تنزل هذه البرامج بتلجأ لمواقع زي موقع داونلود او المواقع الموجوده معانا قدامنا في شريط العنوان اللي فوق خالص، اول شريط معانا فوق، دي كلها مواقع نقدر ننزل منها البرامج بشكل مدفوع او بشكل مجاني. طبعا الاشهر هو موقع داونلود. زي ما احنا شايفين كده دلوقتي واجهه الموقع اللي قدامنا، بتدخل على كلمه داونلود الموجوده فوق وتختار حضرتك عايز البرنامج لايه، للويندوز او الاي او اس او الاندرويد او الماك. لو اخترت الويندوز ودوست موست بوبيلر بيجيب لك اشهر البرامج اللي الناس بتعمل لها تنزيلات. هنا الموقع طبعا بيجي كل شويه كده وتلاقيه وقع لان عليه تحميلات كتير. فانا برضو فاتح نفس الموقع على متصفح جوجل كروم، بتيجي على كلمه داونلود ويندوز وموست بوبيلر، تضغط عليها يجيب لك دي اشهر البرامج او اشهر التطبيقات اللي بيتم تنزيلها يوميا للويندوز على الموقع. برامج كلها لا غنى عنها، برنامج زي برنامج وين رير مثلا، ده برنامج لضغط ملفات وفك الضغط عن الملفات عشان تقدر انك انت تنقلها في مساحه اقل. برنامج فري يوتيوب داونلودر ده بتقدر انك انت تعمل داونلود للبرامج عن طريقه، ده برنامج مجاني تماما، يعني بعد ما تنزله مش محتاج انك انت تفعله باي اشتراك. الوين رير محتاج ان انت تفعله بعد ما تجربه، هنا فري تو تراي يعني تقدر انك انت تجربه الاول وبعد كده لازم يبقى فيه نسخه مدفوعه. عشان تقدر تختار البرامج المجانيه فقط بتيجي هنا على كلمه برايس وتقول له فري اونلي، تعلم عليها علامه صح، يجيب لك البرامج المجانيه تماما. البرنامج ده طبعا ان انستولر، ده برنامج ممتاز جدا تقدر انك انت تحذف بيه الملفات الموجوده عندك على الكمبيوتر ومش قادر تحذفها. بعد ما بنحذف بعض التطبيقات او بعض البرامج من عندنا على الكمبيوتر بيكون في برامج سايبه بعض الملفات ليها عشان تقدر انك انت بعد كده تنزل من خلالها البرنامج تاني او تفكرك بالبرنامج. البرنامج ده بيمسحها لك تماما، الان انستولر ده دلوقتي انا منزله عندي بيمسح البرنامج تماما وبيسيبش اي حاجه ليه على الكمبيوتر. كلها برامج زي ما احنا شايفين برامج مفيده جدا ومهمه. انا البرنامج مثلا شغال عليه اسمه فورمات فاكتوري عشان اقدر اجيبه، بتيجي هنا كده على شاشه البحث فوق في الموقع وتكتب فورمات فاكتوري. بتضغط انتر يجيب لك برنامج الفورمات فاكتوري ده فري تماما، بتنزله وتبدا في عمل السيت اب ليه على البرنامج على الكمبيوتر بتاعك وتبدا في استخدامه. ممكن لو عايز برنامج للاندرويد بتيجي برده هنا على الاندرويد وتختار الفري ويجيب لك بقى كل التطبيقات المجانيه اللي تقدر تنزلها على الاندرويد زي ما احنا شايفين قدام. ده اشهر موقع للتنزيلات على الانترنت وتقريبا عليه كل البرامج اللي ممكن تتخيلها. طب لو حضرتك مصمم ونفسك انك انت بقى تبدا في عرض البرامج بتاعتك وبيعها على الموقع، او حابب انك انت تنزلها بشكل مجاني وتبدا في عرض الاعلانات عليها زي البرامج المجانيه الموجوده كتير على الموقع، بتنزل تحت خالص وتقول له ادد يور سوفت وير وتبدا في ملء الابلكيشن اللي بيجيبه لك ويبعت لك رساله تفعيل على الميل بتاعك، وبعد كده تبدا في رفع الملفات الخاصه بيك او في رفع البرامج اللي انت برمجتها بره الاول وبعد كده حابب انك انت تعرضها على الموقع. ده بالنسبه لموقع داونلود الموقع الاشهر على النت. نيجي بعد كده نرجع تاني للفايرفوكس. الموقع اللي قدامنا دلوقتي موقع معتز دوت نت، ده اشهر موقع عربي على الكمبيوتر على النت لتنزيل البرامج. زي ما احنا شايفين مقسم لنا البرامج بطريقه كويسه جدا، دي البرامج الاكثر تحميلا، برامج شركه ادوبي، شركه اولو ديسك، اخر تحديثات البرامج، البرامج اللي هي ليها ابديت على طول. في هنا هتلاقي برضو مايكروسوفت منزل لها الحاجات بتاعتها كلها، برامج وادوات متنوعه. كل البرامج بقى اللي تيجي في بالك حابب انك انت تنزلها بتلاقيها موجوده هنا على معتز دوت نت، تقدر انك انت تنزلها. وفي بعضهم طبعا بيحولك بعض اللينكات بتحولك
للموقع الاصلي. يعني مثلا لو جينا نحمل الفوتوشوب بيحولك على موقع ادوبي عشان تحمل الفوتوشوب من ادوبي. بيتميز الموقع موقع معتز دوت نت بيتميز بان هو فيه اكتر من حاجه تانية غير التحميلات. يعني عندك هنا مثلا كورسات، لو ضغطت عليها بيجيب لك بعض الكورسات الخاصه بالبرمجه بالتصاميم، كتير جدا المجال اللي انت تبحث عنه بقى اللي انت عايزه، او اقترح كورس لو حابب انك انت تقترح عليهم كورس معين يبداوا في عرضه على الموقع. يعني مثلا هنا لو جينا على التصميم دخلنا عليه بيجيب لك بقى هنا فوتوشوب، الستريتور، انسكيب، انسكيب، هنا حاجات كتير، اوتوكاد، دي كلها حاجات افتر افكت. طبعا ده برنامج الافتر افكت بتاع شركه ادوبي برضو. تقدر انك انت تقدر تتفرج على الكورس اللي انت عايزه من الموقع عادي جدا، وكورسات كلها مجانيه تقدر تتفرج عليها مجانا مفيش اي مشاكل خالص. لو جينا شفنا الشبكات، كورسات الشبكات CCNA، وهنا امن تطبيقات ويب، ويب اب سكيورتي، تقدر تتفرج على اي كورس من دول بشكل مجاني تماما على الموقع. موقع عربي طبعا ممتاز جدا للتحميلات. عندنا بعد كده مواقع تانية زي زد ان نت، وفي موقع فايل هيبو، في مواقع كتير جدا موجودة على الانترنت. موقع زي ده كده برضو موقع ممتاز، تقدر انك انت تتصفح الموقع وتنزل البرنامج اللي انت عايزه، او لو حابب انك انت تعمل هنا مثلا فورمات فاكتوري، ده نفس البرنامج اللي عملنا عليه سيرش، وتضغط انتر يجيب لك البرنامج تحميله بكل سهولة من الموقع فري داونلود. في طريقة تانية ممكن نستفيد بيها، ان احنا بعد ما نعمل فري داونلود مثلا للبرنامج زي ما احنا شايفين كده دلوقتي، بعد ما نعمل فري داونلود وينزل البرنامج عندنا داخل الكمبيوتر، هنا دي التنزيلات اللي انا عملتها، ممكن تاخد انت البرنامج وتبدأ في رفعه على موقع زي اللي احنا شرحناه هنا كده، كان موقع فايل ابلود او اب فور ايفر، موقع اب فور ايفر، تقدر انك انت ترفع عليه البرنامج وتاخد اللينك بتاعك داخل الموقع وتبدأ في عرضه على الجروبات على الفيسبوك على الواتساب، تبدأ في عرضه في اكتر من مكان للناس المهتمين بالبرنامج اللي حضرتك رفعته. يعني تاخد اللينك بس وتقول لهم ده لينك مثلا تحميل فوتوشوب، لينك تحميل برنامج زي برنامج فورمات فاكتوري اللي انا شغال عليه دلوقتي في التسجيل، لينك تحميل اي برنامج بقى، تقدر انك انت تاخد اللينك ده وتبدأ في الترويج ليه، والناس تدخل تحمله من البروفايل بتاعك على الاب فور ايفر، وتقدر تستفيد ماديا من رفع وتنزيل البرامج الموجودة. هسيب لحضرتك اللينك الخاص بكل المواقع دي عشان تدخل كل موقع من دول وتبدأ في التعرف عليه. ده موقع مثلا مقسم لك البرامج اللي موجودة عنده، جايب لك اشهر البرامج اللي ممكن تنزلها زي ما احنا شايفين كده دلوقتي. هنا دروب بوكس ده طبعا برنامج ممتاز للتحميل، تقدر ترفع عليه ملفاتك، برنامج للضغط، برنامج فك الضغط برضو، وين رير موجود هنا قدامنا. لو في برنامج زي مثلا تيم فيور، ده برنامج تقدر انك انت تشوف شاشة كمبيوتر موجودة في مكان تاني، يعني تنزله على البرنامجين وتبدأ انك انت تتحكم في شاشة كمبيوتر موجودة في مكان تاني. لو انت مثلا عندك في الشغل كمبيوتر تاني وهنا في البيت كمبيوتر، فتقدر تفتح اللي في الشغل وتتحكم فيه من البيت. برامج الانتي فيروس، برامج كلها مشهورة جدا ولا غنى عنها لأي حد شغال على الكمبيوتر. البرامج دي كلها طبعا ليها بدايل، يعني لو لقيت في برنامج هنا مثلا زي برنامج التيم فيور، برنامج تيم فيور ده طبعا ده مش مجاني، فاحنا عايزين نكتب مثلا بدائل برنامج تيم فيور، هيطلع لك اكتر من بديل لبرنامج تيم فيور. تقدر بقى بعد ما يطلع لك اكتر من بديل للبرنامج تاخد اي برنامج فيهم، يعني مثلا وليكن البرنامج رقم 3 ده اللي قدامنا، نعمل نسخ ونروح على موقع داونلود ونعمل له بيست، يطلع لك اكتر من بديل لبرنامج تيم فيور مجاني، تقدر تستخدمه مفيش اي مشكله خالص في استخدامه سواء من الموبايل او من الكمبيوتر. ده كان شرح بسيط لاشهر 7 مواقع موجودين عندنا. هسيب لحضرتك اللينكات كلها، طبعا انا ما شرحتش او اتكلمت المواقع دي كلها لانهم تقريبا نفس الفكره، تقدر بقى حضرتك تتصفح او تشوف الحاجات الموجوده فيهم. هنا طبعا دي بتحدد اللغه، هنا بتحدد انت عايز للويندوز ولا للاندرويد ولا الايه بالظبط البرامج بتاعتك. تقدر تتصفح كل المواقع دي وتبدأ في التعامل معها وتنزيل البرامج اللي حضرتك محتاجها.
اتمنى يكون الفيديو فيه افادة جديدة لحضرتك، وتكون طلعت بيه باي معلومة جديدة. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.